ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. إلى زمن قريب كانت الطريق الرئيسية القادمة من الناظور إلى ميناء ابن بنصار تمر بمحاذاة ابن نصار، ولكن التوسع العمراني يدفع بها الآن ليكون مسارها في قلب ابن نصار. تلك الطريق يعرفها علال المعروف بسبادا شبرا شبرا، يسلكها مرتين كل يوم حين يمضي إلى عمله في الميناء وحين يعود في المساء إلى منزله المتواضع في الجانب الآخر من ابن نصار. علال رجل بلا مشاكل، في الأربعين كما يقول، صاحب نكتة، ويجد متعته الأكبر حين يلتقي بالقدامى ممن يتحدثون الريفية العميقة الغنية بالصور الشعرية والتصوير الساخر، وهو إلى ذلك رجل متدين يصلي ولا يقرب الخمر. صباح الرابع من مارس من العام 2000، بينما كان في طريقه إلى الميناء على متن دراجته الهوائية وعلى بعد شارعين قبل أن تتقاطع الطريق الرئيسية مع شارع الحسن الثاني، لاحظ علال وجود ما يشبه كومة من الثياب. لما اقترب بدا له أنها أثواب من نوع ما يلف به حديث الولادة. لم يظهر أحد في المحيط القريب. ترجل علال من دراجته، ولما اقترب فاجأه وجود مولود ملفوف بداخل تلك الأثواب. نظر يمينا ويسارا، نظر في كل الاتجاهات، لم يكن هناك من أحد. اقترب لينظر عن كثب. كان المولود الذي لم يعرف بعد ما إن كان ذكرا أو أنثى حيا. كانت الساعة تقترب من السابعة صباحا. تصوروا ما الذي بإمكانه أن يفعل في مثل تلك الساعة. انحنى عليه، كان مغمض العينين. عود علال النظر في كل الاتجاهات، لا أحد. مرت بالقرب منه بضع سيارات لم تتوقف أي منها. فكر في الذهاب إلى أول مركز للشرطة. حمل الوليد وضمه إليه، وبيده اليسرى أمسك مقود دراجته ومضى يدفعها. لما بلغ ملتقى الطرق توجه يسارا، قصد مركز الشرطة في باب مليلية. قبل أن يصل رأى شرطيا قصده، أبلغه بأنه عثر على الوليد الذي لم يعلم جنسه بعد على قارعة الطريق. طلب منه الشرطي أن يرافقه إلى المفوضية. استقبله ضابط كان يقوم بالمداومة. استمع إلى علال بعد أن دون في محضر استماع هويته، علال بقديح المعروف بسبادا، عنوانه بنصار. دون الضابط كل أقوال علال، ثم عمد إلى المولود. إنها أنثى، على صراخها في المفوضية، لعلها جائعة أو بحاجة إلى تغيير حفاظتها. اكتشف الضابط رضاعة بين الأثواب التي كانت تلفها، كان بها حليب. ولما لم يكن أمامه خيار آخر ناولها الرضاعة. لحظتها فقط سكتت. أكد علال أنه لم يرى أحدا حينما التقط المولودة، الآن صار يعلم جنسها، وأنه كان متوجها إلى الميناء حيث يعمل منذ عدة سنوات. تمت إحالة علال والرضيعة على المقر المركزي للشرطة في الناظور. يتعين إيداع الرضيعة مركزا لرعاية الأطفال المتخلى عنهم، وفتح تحقيق بغاية الوصول إلى من تركها على الرصيف عرضة للخطر. لاحظ الضابط الذي تولى التحقيق أن الحفاظة التي كانت تحملها اللقيطة من نوع تلك الحفاظات التي يتم تهريبها من مدينة مليلية المعتدة، قد لا يعني ذلك الكثير. أودعت الطفلة قسم المتخلى عنهم، ورجح الطبيب الذي عينها أن تكون ولدت قبل 3 أو 4 أيام. أخلي سبيل علال بقديح بعد التزامه بالحضور متى تم استدعاؤه. يومها لم يذهب إلى عمله، وفي المساء المقهى حيث يلتقي أصدقاءه حكى قصة اللقيطة. ضحك من ضحك، ومنهم من أبدى أسفه واستنكاره للذي حدث للرضيعة، وآخرون وسوسوا لعلال أنها ستعاد إليه إن لم يتم العثور على من تركها على قارعة الطريق.
أثارت الحفاظة التي كانت على الرضيعة اهتمام المحقق. كان يعلم أن نساء وفتيات كثيرات تشتغلن في ماليلية المحتلة، تمضين نهارهن بها ثم تعودن في المساء. وقد قرر أن يركز البحث على هذا المسلك، دافعه أن اللقيطة وفق ما أدلى به علال تركت على الطريق إلى نقطة العبور إلى ماليلية المحتلة. بين تلك النساء اللائي تعبرن إلى المدينة المحتلة من هن معروفات. قرر الضابط أن يرسل من يأتيه بمعلومات حول من كن حاملات منهن ووضعن حملهن قبل بضعة أيام. المعلومات التي تم الحصول عليها أفادت بأن 4 نسوة كن حاملات ووضعن حملهن خلال الأسبوعين الماضيين. 3 منهن تسكن في بنينصار ورابعة تأتي من الناظور. تمكن الباحث من الحصول على أماكن سكنهن. اتضح أن النسوة 3 اللواتي تسكن في بنينصار متزوجات وأنهن ما زلن تحتفظن بموالدهن. بقي العثور على 4، تلك التي كانت تأتي من الناظور من ولاد بوطيب، لم تكن معروفة في ذلك الحي، ولذلك لم يتم الوصول إليها سوى بعد مرور 10 أيام. المعلومات التي أدلى بها سفاج في زنقة الجوطية كانت حاسمة، فقد علم منه الباحثون أنه منذ بضعة أشهر لاحظ أن امرأة شابة تخرج من زقاق مقابل في وقت باكر من كل صباح، وأنه قدر أن تكون تعمل في مليلية أو في مكان ما من الناظور. قال إن حملها صار باديا منذ 3 أشهر، وأنه كان يستغرب أنها تخرج في تلك الأوقات وحيدة. قال إنه رآها ذات صباح تحمل وليدها في حضنها، كان ذلك قبل نحو 10 أيام. تتطابق معلومات السفاج أو تكاد تتطابق مع التسلسل الزمني لقصة لقيطة بن إنصار. تسارعت الخطى وتم الوصول إليها. كانت تكتري غرفة فوق سطح أحد المنازل عميقا في حي ولاد بوطيب. حين طرقت الشرطة بابها كانت تبدو في حالة صحية متدهورة. في 22 من العمر، اسمها تريا السامر. علم منها المحققون أنها جاءت إلى الناظور من مدينة الفقيه بن صالح. قالت إنها لم تأتي بدافع الفاقة، ولكنها فرت من عائلتها قبل 8 أشهر منذ أن أيقنت أنها حامل، وبعد أن أعياها انتظار وفاء ذاك الذي أحبته بوعده. لم يطرق باب عائلتها خاطبا، اختفى. علمت لاحقا أنه غادر إلى إيطاليا حيث يوجد أخوان له. ولما ظهر حملها خشيت أن يفتضح سرها وأن ينتقم منها إخوانها. خرجت فجر يوم ماطر، ذهبت إلى المحطة الطرقية، ركبت الحافلة المنطلقة إلى الدار البيضاء. كانت تنوي المكوث بها، ولكنها اكتشفت مفاجأة غير سارة. كانت على متن الحافلة إحدى معارفها. قالت لها إنها ستذهب إلى الدار البيضاء عند ابنة عمتها هناك. كانت تلك الصدفة غير سارة كافية لتقرر تغيير وجهتها. من الدار البيضاء امتطت القطار إلى وجدة، بقيت هناك 2 أسبوع، ثم أخذت وجهة الناظور. حكت للمحققين أنها تدبرت أمرها، اكترت غرفة، ولما حصلت على جواز سفر صارت تذهب كل يوم إلى مدينة مليلية المحتلة، تعمل في البيوت تارة وأحيانا أخرى تحمل بضاعة مهربة. ولما اقترب موعد الولادة توارت عدة أيام في تلك الغرفة. وحين جاءها المخاض نادت على إحدى جاراتها، ولدتها أنثى. انتظرت 3 أيام، كانت قد قررت التخلص منها، تذكرها بذاك الذي خذلها وحطم حياتها. حملتها صباح ذلك اليوم، ركبت سيارة أجرة إلى بنينصار، نزلت بعيدا ثم مشت في الأزقة. ولما عادت إلى الطريق الرئيسية وبدا لها ألا أحد يراها، وضعتها على الرصيف وتراجعت مسرعة. أمضت يومها في ماليلية. كم كان مؤلما وخز فطرة الأمومة لديها. في لحظة من اللحظات فكرت في العودة لاستردادها، ولكن الزمن مضى ولم يتوقف. لما عادت في المساء تحاشت المرور من هناك. أقفل المحضر،
ستتابع بالمنسوب إليها من أفعال. عبرت تريا عن رغبتها في استعادة مولودتها، سجلت دعوى ضد الذي تخلى عنها، ستنتظر أن يأتي أو يؤتى به ليقر بأبوته للطفلة تلك التي اختارت لها اسما بشرى. قناة تمودا باي.